lump. Remember one. Come on, champ. Yes. Holy. Come on. Una chica. Se entrena muy bien, eh. Braun Schwarm. السلام عليكم الاصدقاء. توحشتكم بزاف والله الا توحشتكم. نهار ما درتش الفلوغ توحشت. خاصني شي حاجه. خاصني دوك التعاليق. الف تحيه والف تحيه ومليون تحيه للمتتبعين ديالي. هذيك هي العائله ديالي. التحيه ديال الناس الجزائر والتحيه الناس ديال المغرب وطنجه اكادير مراكش كازا الرباط الصويره الناس الريف كلشي كلشي كلشي. شكرا بزاف على ديك ال 10000 والعقبه ان شاء الله المزيد 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 المزيد. وانا كنحاول ما امكن نطور لي فلوغ ديالي وان شاء الله نكون خفيف عليكم والهلا يحش منها. اليوم عندي الحصه ديال الصدر كالعاده البدايه ديال الاسبوع. تولفنا ديك القاعده ديال الصدر في نهار اثنين اش غدير ما يحيدهاش الطبيب، لكن التصرف الصحيح هي تبدا بالعضله ديالك الضعيفه، ولكن حنا كنبداو بشي حاجه كتعجبنا. الموضوع ديال اليوم هي ترهلات ديال الصدر. بزاف ديال الناس اللي كيعانيوا بها نظرا لعده اسباب، منها الانقاص السريع ديال الوزن، حيت ديك الجلده كتكبر لينا في السمنه. الا كنتي معطل بزاف وانت غليظ وانت سمين، ملي كتجي كدير ريجيم كدير واحد الريجيم سريع 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 جدا. وكاينين الناس اللي كيقول لك راه فيا راه كنعاني من الترهله ديال الصدر، ملي كتشوف التصويره ديالو كتلقى مازال الشحمه كاينه، واخا العضلات ديال الجسم اخرى الطراسات يعني كل واحد والجسم ديالو. كاينين اللي كتعطل الشحمه الجهه ديال الصدر مع البطن. كنعرفوا بان اخر عضله اللي كتراسها هي عضله البطن وعضله الظهر. العضله ديال البطن هي الاخيره، ولكن كاينين الناس استثناء العضله ديال الصدر اللي كتبقى الاخيره مع البطن. يعني خصنا نفرقوا هنايا بين الشحمه والترهلات. كاينين بزاف ديال التصرفات اللي كيخليوك اللي كيخليو ترهله ديال الصدر، اللي قلنا الانقاص السريع وكدير واحد الحميه قاسيه ولا كدير تمارين قاسيه. المهم بقاو معنا، جاي من الاشتراك نديروا واحد الحصه دغيا خفيفه وظريفه ديال الصدر ونهضروا على هذا الموضوع الترهله ديال الصدر والاسباب ديالو، ونقولوا حتى على الحلول. وكاينين شي اعراض اللي كيبانوا على الصدر ماشي ترهلات، هو مشكل اخر غنقولوه في عجاله. بقاو معنا ما تقطعوش.
فلاي ماي نيجي حبيبي دايما هي كم اون ذاتس ذا فلاي يس من خوره خفيف يا شان 5 vamos vamos 10 vamos 7 Vale. سالينا الحصة ديال هذا اليوم بصعوبة حيت التصوير اللي كان بصعوبة ممنوع الكاميرا دابا في لاصال رمضان جاي والموسم ديال الكاميرا كاش يبدا غنتكاشو معاهم غنصور وغنبقى نصور واخا غندير لاصال فوق السطح. المهم الموضوع ديال اليوم ترهولة ديال الصدر. كاينين شي ناس اللي كيقول لك عندي الصدر مترهل ملي كتشوفو كتلقى بأن مازال فيه الشحمة حيت علاش؟ حيت كاينين شي ناس اللي كتعطل لهم ديك الشحمه اللي في الصدر وكتكون جنب الى جنب مع العضلات ديال المعده. كنعرفوا بان من اخر العضلات اللي كيخليو الشحمه فيهم وحتى الاخر الرجيم عاد كيمشيو الظهر اللي صعيبه باش تراسا موراها البطن والارداف. ولكن كاينين شي ناس اللي كيتعطل لهم حتى الصدر. هذا من جانب اللي عنده هذا المشكل ديال الترهل ديال الصدر من بين الاسباب هو الانقاص السريع في الوزن. كيدير واحد الريجيم سريع وانت كتكون سمين لواحد الفتره طويله والجلده كتزيد كتكبر وملي كدير الريجيم سريع كتنقص الشحمه بسرعه وكتبقى الجلده كبيره وكتبان ديك الجلده مدليه وفي المنطقه ديال الصدر وفي المنطقه ديال البطن. هذا من جانب. من جانب اخر الحميه ديالك كتفتقد العناصر الغذائيه ولا بعض العناصر الغذائيه والقيم الغذائيه.
يعني ما كتدخلش لي فيتامين، يعني عندك النقص ديال لي فيتامين ولا ديك اللعيبه ديال الكيتو دايت. راه الكيتو دايت مثلا على سبيل الذكر، هذا البرنامج هذا عنده بزاف ديال السلبيات، من بينها الترهلات ديال الجسم كامل ماشي غير الصدر والارداف. زيرو كارب، ما كاينش زيرو كارب. الكربوهيدرات ضروريه للانتعاش ديال الهرمونات والعمليه ديال الايض والتمثيل الغذائي، والنسبة ديال الحرق ديالك كتكون جيدة. سبب آخر اللي كيخلي لنا الترهلات ديال الصدر هو ارتفاع نسبة الكورتيزول. الأسباب علاش كترتفع؟ السهر، كتسهر سواء في ديك الفترة ديال الرجيم ديالك ولا في الفترات أخرين، حتى التوتر والقلق والاكتئاب اللي كيعليو النسبة ديال الكورتيزول. حاول ما أمكن ما توترش باش ما ترفعش النسبة ديال الكورتيزول. النقطة الأخرى، عدم الاعتناء بشرب الماء. ما كتشربش الماء بزاف، الجسم ديالنا والجلدة ديالنا كتيبس وكتدلى وما كتستجبش للرجيم ديالنا. سبب آخر، انخفاض نسبة هرمون التستوستيرون في الجسم. كاين واحد السبب طبيعي وعادي جدا، هو التقدم في السن. فوق 50 عام كيكون التستوستيرون بدا كينقص شوية، والترهلات كيكونوا عاديين جدا. ومن بين الاسباب اللي عندها بزاف ديال الاسباب باش كينخفض النسبه ديال التستوستيرون، هو الاكل غير الصحي والتدخين وشي عادات سيئه، والاكل غير الاكل الشوارع اللي فيهم الملح بزاف. والملح اصلا ملي كتكون بزاف وانت كرياضي كيوقع واحد الاحتباس ديال الماء في الجلد. النقص ديال فيتامين جي اللي عنده واحد التاثير على الماده ديال الكولاجين اللي كتحكم في الجلد ديالنا. اعتمد على الاكل الصحي، الخضروات، الفواكه اللي غنيين بالالياف والفيتامينات، وقلل السعرات ديالك الحراريه خاصه من المعجنات والكربوهيدرات النشويه، الارز، البطاطا. اعتمد على البقوليات، اعتمد على القطاني مزيان والفواكه والخضار، واعتني بالماكروز ديالك ديال البروتين، وبعد على اكل الشوارع وديك العادات السيئه ديال الماكله ديال البواطات، الماكله ديال العلب، وبعد حتى على العناصر اللي كي فيهم واحد النسبه ديال السكر بزاف. خصك تشرب الماء بزاف، خصك تعتني بشرب الماء اللي حيت هو اللي كينشط جميع الهرمونات اللي في الجسم، واللي كيغذي لنا الجلد، واللي كيغذي لنا جميع الاعضاء في الجسم. خصك الاعتناء بالاسباب، الاوميغا 3 كشفات بعض الدراسات، ولا كشفت جميع الدراسات. كانت هناك دراسات قبل ودابا تزادوا دراسات بان الاوميغا 3 والاسماك، الدهون بصفه عامه كذلك، عندها واحد تأثير كبير إيجابي على الترهلات ديال الجسم والترهلات ديال الصدر والجلدة الزايدة. خصنا نعتنيو بالفيتامينات ديالنا، وخاصة فيتامين جي اللي كيكون واحد المادة ديال الكولاجين اللي كيكون عندها واحد دور مباشر في الجلد، وكيرجع الجلد كما كان. مهما كانت عندك، كيف ما كانت عندك الجلدة زايدة، كترجعها كيف ما كانت شوية بشوية. اعتني بالفيتامينات كاملين وخاصة فيتامين جي. النوم الباكر، وحاول ما امكن ما تقلقش، حاول ما امكن ما توترش، وملي تمشي تنعس ما تفكرش باش نخليو داك الكورتيزول في مستويات معتدلة. حاول ما امكن ما تطلعش الانسولين بزاف، حاول ما امكن تخليه منخفض بالابتعاد عن التمارين الشاقة، دروب سيت، سوبر سيت. حاول ما امكن تعتمد على التمارين التقليدية، بعد على التمارين ديال الديكلاين سواء بالبار ولا بليزالتير، وحاول ما امكن تريني واحد التمرين البولوفير اللي كيخدم هادوك المسننات، هادوك العضلات المسننة اللي غتجبد لك شوية الجلدة. ركز على الكارديو، المشي ساعة يوميا، وحاول ما امكن تركز على الاوزان، وركز باش تكبر الصدر ديالك. واحد المشكل اخر كيعانيو به بعض الشباب، انتفاخ غير عادي في الصدر في الجهه ديال الحلمات، هرمون ديال البرولاكتين، كيكون عند الرجال وكيكون حتى عند النساء. الا النساء كيكون عندهم بنسبه ديال 25%، الرجال بنسبه 15%. بمجرد ما يطلع شويه ديال هرمون ديال البرولاكتين كيبانوا الاعراض ديالو، هذاك الهرمون اللي كيتفرز في الغده النخاميه الأمامية وفي البروستاتا وكيتصنع في الجلد.
ملي كيكون عندك واحد الاضطراب في الغده النخاميه كيرتفع، ولا الا كنتي كتستعمل شي ادويه ولا منشطات تريمبولون اللي كيؤدي الى ارتفاع داك الهرمون. ومن بين الاسباب كاين التوتر والسمنه المفرطه اللي كتخلي هذا الهرمون هذا كيكون عالي عند الرجال، وخصنا نعتمدوا بالبروتينات وعلى خاصة الأسماك، قليل من النشويات والاعتماد على القطاني. وإلا كانت حالة مرضية خاص الطبيب وخاص استشارة طبية، عنده بزاف ديال الأدوية اللي كيتخلصوا على هاد الأعراض هذه. إن شاء الله أصدقاء القناة تكونوا استفدتوا من هذه الحلقة، وما تنسوا الجيم والاشتراك وشي حاجة ما مفهوماش تعليق. دابا غنمشيو نوجدوا الاكل ديالنا بعد التمرين، غيكون دجاج وروز وشويه ديال البروكولي، نديروا واحد لاسييس ضروريه باش نرتاحوا شويه، ونديروا واحد المونتاج لهذا الفيديو هذا.